كلنا كنعرفوا بلي الماء مهم بزاف وكيحل بزاف المشاكل، ولكن ماشي كلنا كنقدروا نشربوا كل نهار الكميه الكافيه. كيفاش نحلوا هذا المشكل؟ هذا هو السوجي ديال اليوم. ما كاينش دابا اللي كيشوف لا فيديو باش نقنعوا بلي الماء مهم، اولا باش نقول ويسمع مني فوائد ديال الماء، اولا باش نفكروا فيهم، باسكو بيان سور كاملين كنعرفوا بلي الماء به باش حنا عايشين. ولكن كاين واحد النوع ديال الناس اللي انا منهم، كتجي مساله انه الكميه الضروريه ولا الكميه المفروضه علميا عليه يشربها كل نهار شويه ثقيله، اما لانه كينسى يشرب الماء، اما لانه دغيا كيقنع منه، اولا اما لانه فريمون ما كيلقاش متعه فانه يشرب الماء تو سامبلومون. كل ما ماشي لابد تشرب الماء كمحلول في حد ذاته باش تسد احتياجاتك اليوميه اللي هي في المعدل 8 ديال الكيسان، لا تقدر تختار عناصر اللي غنيه بالماء، وهنا عندك توت ليست انك تختار منها على حساب الرغبات ديالك وعلى حساب الفصل اللي انت فيه. مثلا كاين الدلاح، كاين ماطيشا توتولون دو لاني، كاين الخيار توتولون دو لاني، كاين الخس، بزاف واللائحه طويله بزاف ديال العناصر. اتوا دو شوزير. من بعد ما ضمننا كاس من 8 ديال الاكواب اللي خاصينا يوميا، غادي نقترح عليك دابا واحد لاستيوس صغيره. مثلا كنحتاجو في اليوم الواحد على الاقل 4 ديال الوجبات، كناكلو على الاقل 4 ديال المرات في النهار. الوغ هنا كنقترح عليك انك قبل كل وجبه، كنقترح على نفسي اننا نشربو كاس ديال الماء، هكذا كنجعلو ديك الوجبه تكون رابي لينا باش نشربو ديال داك الكاس ديال الماء، وهكذا كنكونو على الاقل ضمننا 4 ديال الكيسان مورا الكاس الاول، دونك 5 ديال الكيسان، و اون ميم طون كنكونو ضمننا نفسنا نظام غذائي صحي، لانه كاملين كنعرفو بلي كاس ديال الماء قبل الوجبه كيعاوننا باش كنحسو بالشبع دغيا، وكيعاون المعده ديالنا اون ميم طون باش تسرع عمليات الهضم. طريقه اخرى باش تحيل على جسمك انه يحتاج يشرب الماء، وانك تاخذ حوايج اللي دايزه ليهم الملوحه اولا دايزه ليهم الحلاوه، بحال مثلا لي شيبس، مملحات، شوكولات، طون زون طون. المهم هاد لي زيكستريم اللي كيجعلوا جسمك سور بلاص يصيفط اشارات بلي محتاج اون اورجونس للماء، وهكذا كتلقى راسك استهلكتي كميات كبيره ديال الماء بطريقه ذكيه. toujours dans le but انك تشجع نفسك انك تشرب الماء، خلي حداك دائما قريعه او كاس من اختيارك على ذوقك، اشاك فوا تشوف فيهم كتحس بلي عاطينك لونفي باش تشرب الماء. اتفق مع الناس اللي دايرين بك يعاونوك في هذا التشالنج، بحال مثلا كل واحد منكم اون فوا يبغي يشرب يفكر في انه يقدم للناس الاخرين كيسان ديال الماء، او لا على الاقل يفكرهم في انهم يشربوا الماء. بهذه الطريقه الروح التنافسيه كتحيا فيك، وهكذا كتحس باللي خاصك تتبع النظام المائي المتوازن اللي متبعينه الناس اللي دايرين بك. فوالا سي لا فان دو ما فيديو، جيسبر نكون فات راسي شويه ونفعتكم بزاف، واننا نكونوا جيسبر اتفقنا نتبعوا النظام المائي المتوازن كي ديما. اون اتوندون لا بروشين فيديو، نتلاقاو في لا بروشين فيديو، تهلاو في راسكم.